متابعة كبيرة جدا موجودة عند كل فريق. اتكلمت في بداية الاستوديو التحليلي عن عراقة كل من المقاولون العرب والاتحاد السكندري، ولكن ظروف بالنسبة لكل فريق مختلفة تماما عن الفريق الآخر. وهبدأ بالمقاولون العرب اللي حتى هذه اللحظة مش أفضل حال في دوري نايل لهذا الموسم، 11 هزيمة وثلاث انتصارات فقط وستة تعادلات، وده اللي خلى الإدارة ومجلس الإدارة في المقاولون العرب يعملوا أكثر من تغيير للأجهزة الفنية. وأخيرا وجود الكابتن معتمد جمال على أمل تحقيق الانتصارات اللي بدأت بالفعل في الجولة الماضية وفوزهم 1-0 على زد. كابتن حازم، اعتقد مهمه مش سهله على الكابتن معتمد بداها طبعا، ان هو يرجع بعض اللعيبه لمراكزها. عمار حمدي بيتالق، الثقه اللي مديها لمحمد عنتر، وجود محمد سالم كهداف للفرقه، باكج محترمه عند مدير فني. وحتى في تصريحات عماد ميهوب كمان ابتدى ياخد يلعب من الاول. عماد لعيب كويس، منتخب اولمبي لعيب كويس جدا، بيعرف يتحرك كويس. تغيير طريقه اللعب، كابتن شوقي كان دايما بيلعب بثلاثه، معتمد بيلعب باربعه برضه، نوع ناحيه هجوميه اكتر شويه. بص، هو طبعا الموضوع صعب صعب، لكن مش مستحيل. يعني 20 ماتش لسه ناقص لك 14 اسبوع تقريبا، فلسه بدري، نقط كتير يعني. لكن طبعا انك انت خلي بالك، المقاولين لعب 20 ماتش كسب 3 منهم، ماتش بتاع معتمد. فانت انك تلعب ماتشين بس مع معتمد، تكسب منهم ماتش اللي هو تقريبا ربع الماتشات اللي كسبتها في طوال 20 مباراه، فرقم كويس. لو مشي بالمعدل ده اعتقد هيبقى المقاولين في حته كويسه. لسه بدري، ما يبقاش في قلق يعني. لكن طبعا هو محطوط تحت ضغط، ان اول مره معتمد يمسك المقاولين لوحده، كان ماسك مع الكابتن شوقي قبل كده. بس دي برضه ميزه، ان هو عارف اللعيبه، عارف الاجواء، كل اللعيبه دي اتمرنهم، قعد كتير مع الكابتن شوقي مساعد ليه في المقاولين تحديدا في نادي المقاولين، فعارف كل اللعيبه اللي موجوده دلوقتي. فده سهل له امور كتيره، وده سهل المقاولين ان هو يجيب معتمد كمان، عشان عارف ان واحد جاي من بيئه بتاعه المقاولين مش هيجي ياخد وقت شويه. فانا شايف معتمد ان شاء الله هيعمل شغل كويس. اللعيبه اللي عنده يعني، تبص على التشكيل، عنتر كويس، سالم، عمار، عماد ميهوب، ابو سعود عنده خبرات كبيره جدا، اسامي امير عابد بقاله كتير قوي بيلعب في النادي وفي مصر عامه، عنده خبرات كبيره. فالاسامي كتير بره، عنده عامر لعيب كبير طبعا، امادو نياس لعيب مهاجم كويس وعنده سرعات. في اسامي الفرقه تقدر تعمل احسن من كده بكتير. بيحصل ساعات سوء حظ مع كابتن شوقي، ممكن بتحصل، لكن متهيألي مع معتمد الامور بتتحسن شويه لسه طبعا. لكن يعني قصدي، انا شفت ماتش زد لعبوا كويس، جابوا جون وقفلوا الملعب كويس. المقاولين بيخش فيه جوان كتير دايما، ما بيعرفش يحافظ على المكسب. ماتش الاولاني مع سموحه كان خاب قوسين وادنى على الاقل من التعادل. فانا شايف ان ماشي، عايز بس ياخد ثقه. النهارده ماتش صعب، ماتش الاتحاد، ماتش فات خسر من الاهلي، لكن بيأدي الفتره السنه دي من احسن فترات الاتحاد في الاخر السنين اللي فاتت كلها. كان بطل عاشر عامل فرقه كويسه هجوميا يعني، يمكن ماتش باستثناء ماتش الاهلي كابتن دايما بيهاجم وبيلعب على يجيب اجوان. ممكن ماتش الاهلي لعب مدافع قوي دخل فيه جوان، لكن كان بيلعب من اول ماتش مش طريقته، بيلعب بيها من بدايه الموسم. كابتن طارق السنه دي مغير السيستم بتاعه، كان دايما بيدافع، لا السنه دي مع الاتحاد بيهاجم كتير جدا، بيلعب بادوات هجوميه كتير. لعيبه بتاع عنده بتاع ميسي ومابولولو وبواتينج وخالد الغندور بيزيد، عنده اسامي كتير بتلعب على الناحيه الهجوميه. ف يعني اتمنى ان شاء الله تبقى ماتش حلو باذن الله يعني.